صناديق علي العالم. والمقاسات مظبوطه كمان. طيب انا متشكره جدا يا معلم. لا شكر على واجب، احنا خدامين الناس الحمار. يا جميل يا طحن انت يا طحن. لا 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 اختشي شويه يا معلم. بس انا مؤاخذه يا ست، اقدر اعرف هتعملوا ايه بالصناديق دي كلها؟ لا احنا مش متفقين ان مفيش اسئله خالص. عندك حق في دي، ابويا الله يرحمه كان دايما يقول للزبون على حق. مظبوط، بس بشرط. ايه؟ الزبون يدفع. ابويا الله يرحمه كان بيفتح راس الزبون اللي ما يدفعش. مش شاكوش ده. الله الله. طب ومين قال ان انا مش هدفع؟ ايه؟ طب انا عايز اقرب. لا 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 اختشي يا معلم. اما لا بقول لك ايه؟ البنت الخدامه واخده بالها. بقول لك ايه؟ احنا ما ندفعش شكوك. ابويا الله يرحمه الله يرحمه. عليك نور كان بياخد حقه بقى. طيب اختشي بس شويه. البنت الخدامة واخدة بالها. بس انا مستعجل قوي يا جميل، مستعجل. بس الصبر احيانا بيكون جميل. الصبر؟ بقول لك ايه؟ ايه؟ طب انا خارج دلوقتي. طيب وراجع بعد ساعة، بس راس ابويا الله يرحمه لو رجعت وما لقيتش كل حاجة تمام؟ مفيش عندي غير الشاكوش ده. لا لا لا، واحنا بتوع الحاجات دي برضه يا معلم. ده انا بقول كده برضه. كده برضه. طب سلام. سلام. يا ساتر. ايه ده؟ مش معقول ده راجل ده ابدا يعمل بالطريقة دي. ستي ايه يا سليم؟ راجل يا ستي. راجل؟ ايوه يا ستي. مين بيفهم يا بنت؟ يوم وانا شعرفني يا ستي، هو انا من البنات اياهم اللي بيعرفوا رجاله؟ ده انا بنت معتبة يا ستي، ما اعرفش الحاجات دي. وبعدين لو خد من وشه يبقى هعرفه ازاي كده؟ طب خليه يدخل يا سليم. من عينيا يا ستي. اسمعي. نعم يا ستي. تعال ما اقول. اوعي تنسي اللي اتفقنا عليه. ما تخافيش يا ست. ها يلا. بنت شقية قوي البنت دي. يلا بسرعة. مش كده؟ اي وقت يجي فيه مولاي يبقى معاد مظبوط. حكيم انا دقيق جدا في مواعيدي، وكمان عملي منظم جدا، وعشان كده الدوله ماشيه بنظام جدا، مفيش عندنا وقت للرغي ابدا. بقول لك ايه؟ ما يلا بقى، احسن انا ما عادش عندي وقت غير ساعتين، راح منهم ساعه دلوقتي في المواصلات. الله، باين على مولاي انه مستعجل قوي قوي قوي. دي الطريقة الوحيدة اللي بحبها. بس الصبر احيانا بيكون جميل. الصبر؟ غلط، اكبر غلط. في حالة زي حالتنا دي مفيش مكان للصبر. احنا مش متفقنا على كل حاجة؟ ايوه اتفقنا كل حاجة. بس جوزي. جوزك؟ ايوه. وايه اللي دخل جوزك في موضوعنا؟ ايه جوزك؟ ايوه. انت مش قلت لي انك ارملة؟ ايوه قلت. الله، هو احنا يا ست هنقعد دور فوازير؟ هو انا جاي لك علشان تقولي لي الفوازير؟ متجوزه ومش متجوزه؟ انا جاي عشان استمتع مش عشان تقولي لي فوازير. ايوه يا مولاي قلت ان انا ارمله، وبعدين انا متجوزه كده وكده. هنرجع تاني للفوازير يا ست. بقول لك انا مش فاضي. هو انا ما قلتلكيش ان المواصلات خدت ساعه؟ ايوه يا مولاي قلت. قول. امال بتضيع وقتي ليه؟ انا جاي عشان استمتع مش عشان تقولي لي فوازير. ايوه يا مولاي ايوه. بس حبيت اعرفك بقى ان جوزي ده احسن واحد يحارب بالسيف في البلد. بالسيف في البلد؟ ايوه يا مولاي. امال هو فين دلوقتي؟ بس استنى يا مولاي هحكي لك. هو يا مولاي اصل هو كان مع جيش الوالي. سافر مع جيش الوالي من 5 سنين. ورجعوا زمايله قالوا ان الحرب خلصت خالص وهو ما رجعش معاهم.
طبعا هو ما جاش ليه؟ فقالوا ان هو مات. اول ما صدقتش لان ما فيش حد في جيش الاعداء يقدر يقتل جودي ابدا. وبعدين قعدت استنى سنه واتنين وتلاته ولما غبت طالت صدقت اني مات لغايه النهارده الصبح لقيته واقف قدامي كده اهو. يا ستي هو مش كان مات وانتهينا؟ لا 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 يا مولاي ده كان مجروح فزمايله افتكروا ان هو مات لكن الاعداء خدوه وعالجوه وعاش هناك يا مولاي 5 سنين. هو لما بقى اشتاق لاهله ولبلده ولمراته رجع على طول. تعرفي دوار الوزاره كله بما فيه من كتاب وشعراء وحكماء ما يقدرش يألفوا قصة زي قصتك دي ولا حتى ربعها لأنه شيء مش معقول يحصل أبدا. ومع ذلك حتى لو كان ده هي وحصل فأنا ما يهمنيش، أنا قاعد أهو وادي أمر الإفراج. أمر الإفراج؟ وريني كده يا مولاي، وريني كده يا مولاي، تعبت قلبي يا مولاي، ربنا يوجع قلبك يا رب. مولاي أنا مش عارفة هشكرك ازاي يا مولاي. لا تعرفي، تعرفي كويس قوي. باين على مولاي اني مستعجل قوي 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 يا اختي، بقى بعد اللي كل اللي قلتيه ده ومبقاش مستعجل. يلا الوقت بيمر وجايز يتوب علينا ساعات يا ابن شهادات بتاعك ده. يلا يا مولاي، يا مولاي انا بقول ايه يا مولاي؟ انا خايفة اللي مولاي ايوه عواطفك. ايوه عواطفي. اذا فانت بتحبيني اخس على غبائي. اخس اخس يا مولاي اخس اخس اخس. ايوه اخس. احكي لي يا اختي احكي لي، انت بدات الحكايه دي. حبي لك ما وصفش قبل كده يا مولاي. اقول لك تعمل ايه؟ قولي له ان انا جيت اشوف احوال الرعيه. طب الخط بيزيد يا مولاي، الخط بيزيد يا مولاي. مش لازم تكون واحد تاني. لا يا مولاي مش واحد تاني، انا عارفه فاطمته. فكر يا مولاي في اي حاجه، انا حيرانه حيرانه. فكرتي خلاص؟ فكر يا مولاي. قولي له ان في حراميه هجموا عليا فاستنجيت وانا بالصدفه كنت ماشي اتفقد الرعيه. ايوه سمعت صريخ فدخلت اشوف ايه. ايوه فلما شافوني الحراميه جريوا، وبكده بقى ابقى انا بطل في نظره لان انقذتك من السفن. ايوه يا مولاي ايوه، كلام كويس خالص. بس هو لو دخل وشافك هنا يا مولاي هيطير رقبتك قبل ما يسمعني. بيطير رقبتي؟ يطير رقبتي بسهوله كده؟ هي البلد ما فيهاش بوليس؟ ما فيهاش محاكم؟ حاول تفهم يا مولاي، حاول تفهم يا مولاي، هتعرف فين يا مولاي؟ حاول تفهم يا مولاي، ده خد بعيد عندي 5 سنين واكيد كان عايش في عذاب الشك طول المده دي كلها يا مولاي. يا ستي فكري في حل كويس، بلاش تضيعي وقت في الكلام الفارغ ده. يعني يعني مولاي مش راضي يضحي بكرامته علشاني؟ انا الحقيقه لا احب اضحي بكرامتي ولا بحياتي. طب اقول لك يا مولاي، افكر يا مولاي، فكر يا ما فيش حل يا مولاي. ايوه من انك تستخبى في الصندوق يا مولاي. صندوق ده انا؟ ايوه لا 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 مستحيل، انا وزير الولايه، ابني وزير الولايه، استخبى في صندوق؟ مش ممكن ده يحصل ابدا. مولاي حاول تفهم يا مولاي، ده بعيد عني يا مولاي، حاول تفهم يا مولاي.
اما الموت بكرامه او تهرب من غير كرامه، وما فيش حل تاني. قلت ايه؟ قلت ايه؟ يا هلا. طب وانا هستخبى كتير في الصندوق ده يا ساتر. وخرجوا على طول. هو اتفقنا ماشي زي ما هو. اتفاق يا ست؟ ما انا العب الاتفاق واللي شرع عليا بيه. المهم ارفد بجلدي دلوقتي. ها الله، ده زي ما يكون متفصل عليا بالظبط. هو يا مولاي بتقول حكم حتى في الوقت ده يا مولاي. نام يا مولاي نام. ها مولاي مستريح دلوقتي يا مولاي؟ جدا جدا. يا دي الخيبة، يا دي الخيبة على الرجالة اللي ما تستريحش الا وهي مستخبية. ستي كل حاجة تمام يا ستي. تمام يا بنتي يا سنية يا شقية. في ايه تاني؟ في راجل تاني يا ساتر. راجل تاني؟ طب خليه يدخل يا سناي. من عينيا يا ساتر. اوان اوان يا سناي يا اوان. اتفضل اتفضل اتفضل. يا اهلا يا اهلا يا اهلا. الله يقرفك محبوس وفوقي واحد سافر.
انا يحصل لي كل ده لو عشان مين؟ عشان واحده ست. ده احنا في الهوا سوا. ده انا برضه حصل لي كده بالظبط. بس وشرفك، وشرفك من غير حتى ما اخد بوسه واحده. ضحكت علينا البت هندي دي، ضحكت علينا. بس انت عايز الصراحه، ست ولا كل ستات؟ انا شخصيا عجبتني. انت بتدافع عنها؟ اه يا نجم. طب اتليق على عيلك واخلص خالص، ومش عاوز اسمع حسك تاني. اخلص ليه؟ عشان بقول الحق. الرجوله انك تقول الحق ولو على نفسك. انا منكرش ان انا غلطان، واحده شريفه وواحده نيه، برضو عيب. عيب اللي عملناه ده، ده احنا عملنا زي الباين. ما كفايه قله ادب بقى يا نجار النحس. انت تعرف لو ما بطلتش سفالتك دي انا هامر بحرفك. انت بتتكلم كده ليه زي العساكر؟ وحتى لو كنت عسكري انا ما احبش تكلمني بالطريقه دي. ده احنا في الهوا سوا. المقامات ضاعت في البلد دي. اسمع يا ولد انت يا نجار. ايه يا له؟ انا ظبطت على طولك لسانك وقلت ادبك دي كتير. وبعدين انت بتتكلم معايا بدون كلفه يعني، ها؟ ما تنساش انك حته نجار، لا رحت ولا جيت، وانا راجل محترم. يعني ايه؟ تقصد ايه؟ تقصد ان انا مش محترم ولا ايه؟ انا من الحكام يا ولد. كذاب واخيطك جهنم ان شاء الله. ومن امتى الحكام بيتحبسوا في الادوار التحتانيه؟ اخ لو عرفتني يا نجار وشرف امي هتموت، هتموت من الرعب. يا اخي اتنيل على عينك، ما تبطل فشل بقى. لا تكون حبستك دي خليتك تهلوس في الكلام. علم الحكام ايه؟ تكونش انت سيدنا المحتسب؟ والله فكره. وازاي عرفت يا نجار؟ اه يا واحد، انا فعلا المحتسب. اخرس يا علي الادب. بتقول ايه يا ولد؟ هو انا متحضر؟ وكمان بتغير صوتك؟ مين فينا بقى اللي بيغير صوته يا سيدنا المحتسب؟ خلاص انت كمان يا ولد. بسم الله الرحمن الرحيم. يظهر ان في حد تالت معانا في الاوضه هنا. عفريت عفريت يا غبي، ده باين له المحتسب نفسه. يعني ايه في الاوضه اتنين محتسب؟ روحنا بداهيه، روحنا بداهيه. يعني انت مش المحتسب؟ تلاقيه جاي يقبض علينا. هند يا نجار بلغت عننا. انت يعني مش المحتسب؟ اخ يا اخي تلاقيه على عينك بقى واخلص خالص. يعني انت بتبت علي؟ طب ليه؟ افهم ليه؟ يا اخي بطل رغي بقى، السجن بيستنانا وده لازم ما تسكت بقى. يا سعاده المحتسب، سعاده المحتسب. نعم يا سعاده مدير السجن. انت مش هتخرجنا من هنا يا سعاده المحتسب؟ تعرف مين هيخرجك من هنا؟ مين؟ نائمه العواد. امان 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 ادي جماله فتنا. امون 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 امون. الله امي امي. نكته حلوه. الا مين نعمة العوادة دي؟ اخلص يا قليل الادب. سعادة المحتسب، انا مستعد للمحاكمة ومستعد للحبس كمان في جناح اربعة. سعادتك فاكره طبعا. حبس؟ كذاب وغبي. يا اخي كلمه بلطف، كلمه بالحسن عشان يخرجنا من هنا. انتوا برضو اكاب زي بعض وبتخافوا من شماتة اللي زينا؟ يا سعادة مدير السجن. نعم. ربنا يعينك على اللي انت فيه. تعرف انت هتفضل محبوس هنا لغايه امتى؟ لغايه امتى؟ لغايه يوم القيامه ان شاء الله. مظلوم والله يا سعادة المحتسب، مظلوم. ربنا يخلي لك عيالك. لعندي 10 عيال وامهم. والله ومحدش هيعرف ياكلهم من بعدي. والله بقى مش بيك. استنى استنى استنى. ايه يا ايه؟ ده سعادة المحتسب بيتكلم من تحت. تحت فين؟ الله، ده سعادة المحتسب محبوس زينا في صندوق. ولد ولد بلاش تخريف يا ولد، وحاسب على كلامك. كلام ايه؟ اقول لك اللي سامعه كويس. سامعه كويس؟ اه. سعادة المحتسب يا
سعادة المحتسب. نعم يا سعادة مدير السجن. انت فين يا سعادة المحتسب؟ في الصندوق اللي تحتك يا باشا. انت كمان محبوس زينا في الصندوق يا سعادة المحتسب؟ بتضحك يا غبي. ايوه اديني بوصة يا قط. ده غزل ده يا خنزير. تعالي عدي على نشيب وعلي للأدب. هي مين هيتنا؟ الصبر؟ مفيش حاجة هتموتنا غير حكاية الصبر دي. أنا متأكد إن الوالي هيحس بغيابنا وهيأمر بالبحث علينا في كل مكان. فرصة، فرصة غيابكم ده علشان البلد تشم ريحة العدل شوية. أما صحيح وقع، احترم نفسك يا سامر. والله، والله لو كنت أعرف الحكاية كده لكنت عملت 90 صندوق. يا وقع. انا 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 ريقي ناشف قوي وحموت من العطش. يا ساتر يا ساتر على الصداع. الواحد معاه قهوته فات من زمان. واحد معاه قهوته فات والتاني عطشان قوي. امال انا وليه على حالي؟ طلع على كده بقى نيله. نيله؟ نيله ليه يا ولد يا نجار؟ اصلا انا عايز افك نفسي. ايه يقصد ايه الولد ده؟ عايز يعمل زي الناس يا سعادة المحتسب. اوعى يا ابني الله يسترها معاك. بس انا مصدوم قوي يا ابني. الحكاية دي ان الحكاية دي يا ابني دي نجاسة، دي نجاسة الله يسترها معاك. ان الحكاية دي، ان الحكاية الواحد هبته تروح على طول في شوية مية. الله، بس انا هموت. يطلقوا يعني نموت؟ يا ابني ما كلنا هنموت، ولكن علينا ان نموت بكرامة. يا ابني، يا ابني، يا ابني اجلها شوية. يا ابني ما احنا كلنا مش قادرين نستحمل. انا كمان عاوز افك نفسي، بس مش راضي، مش راضي ومستحمل عشان خاطر سعادة المحتسب. هموت، هموت، هموت. يا ابني ما كلنا هنموت، كلنا هنموت، ولكن علينا ان نموت بقرارنا. يا اخي مش قادر، مش قادر، خلاص اعملها يعني اعملها ويحصل اللي يحصل. خليك ولد لطيف. امبارح كان لازم يحبسوا النجار ده في الدور التحتاني. عبد الله اهو ده هيتنا يا اولاد العرب، ما نعرفش النظام ابدا. الله اللي بيضحك ده، ده لازم يكون على كده راس كبير قوي. مين ده يا ولد؟ اللي في الدور التحتاني خالص في الصندوق الاول. صندوق؟ اي صندوق يا ولد؟ اصلا انا عملت اربع صناديق. اه انا صندوق وانت صندوق وسعادة المحتسب صندوق. اه مين بقى اللي في الصندوق الرابع؟ كلام معقول برضه. مش جايز يكون صندوق فاضي. ما اظنش، دي البلد فيها ازمة مساكن. طب نشوف كده. انت يا اخي يا اللي ساكن تحت، انت يا اخي اللي ساكن في الدور الاول، رد علينا كلمنا، استنى معانا بالكلام. حتى انك كاتب نفسك كده مش معقول. ما هو شوف مسيرك برضو هتتكلم. قلت ليه ولا حاجه؟ قلت اقول لك انا ليه؟ لان القعده هتطول. تحتلك تتكلم وتسألي نفسك معانا بالكلام. قول اي حاجة، قول قول. سألي نفسك ويانا. قال حاجة؟ لا. مش قلت لكم انه صندوق فاضي؟ مش ممكن يكون فاضي. ايه؟ يا استعبيد انا حاسة الشم عندي 100%. تراكم، تراكم مش عايز اتكلم. ايه؟ ايه؟ لان عرفنا كلنا واحد واحد، ولان اول واحد سكن. يلاقيه مركزه كبير وعشان كده مش راضي يتكلم عشان يخبي شخصيته. لكن على مين؟ مسيري برضو هعرفه. اسمع اسمع اسمع. ايه؟ انا عندي فكرة. والله يا عال ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. انت كمان بتفكر يا نجار النحس؟ ما عادش اهو ده اللي كان ناقص، اهو ده اللي كان ناقص، ان انت يا نجار تفكر. قول يا اخوي قول. سمعنا مش قايل. قول انت بقى، فكر انت.
قول ما هنسمع هنسمع ونشوف. قول امر الله. ليه ما يكونش صاحبنا اللي تحت ده هو الوزير؟ لا يا جاهل، شفت بقى افكارك؟ انا قلت لك ان انت الوزير. حسب معلوماتي اللي ما تخرش الميه عنده 365 جريمه، واكيد كره الستات. الوالي نفسه يا ريت. الوالي ده انا بقالي 20 سنه بتجسس على الوالي. لو كنت ظبطته بيكلم واحده اوهو كان زماني بقيت وزير. يا جماعه يا جماعه مش هتسمعوا كلام من كده. انا مش شايف اي عيب بيعملها في الكلاس. اسمع الله خليك ولد لطيف النار. مش قادر مش قادر. انت هنا ولا هنا؟ يا ابني يا ابني استعمل يا ابني استعمل يا ابني ربنا يفك ايدك. مش قادر خلاص هعملها يعني اعملها ويحصل اللي يحصل. اوعى يا ابني الرفضي. الوزير يا نهار اسود، الحكومه كلها محبوسه تحت. ثم عارفين خطورة الكلام. انتم عارفين خطورة الكلام اللي بتقولوا عليه؟ كل اللي قلناه صحيح يا مولاي. وعارفين ان كنتوا بتغامروا برقبتكم؟ يا مولاي احنا متأكدين من كلامنا. ارجو ان يكون كلامكم مظبوط، واتمنى انه يطلع مش مظبوط. افتحوا الصندوق الاول. بنظام بنظام. بتعمل كده ليه يا راجلتها؟ هموت هموت ان ما رحتش لحمام حالا. ايه مش قادر تصبر شويه؟ اصبر. مش قادر يا مولاي مش قادر. دي حاجه الواحد ما يقدرش يصبر عليها. طب يلا يلا امشي امشي يا ابن الامر امشي. افتحوا الصندوق اللي بعده. مولاي ايه؟ مدير السجن محبوس في صندوق؟ أعد الله مولانا الوالي وأيد حكمه العادل ومنحه الصحة والعافية. مش عارف مش عارف إذا كنت أضحك ولا أبكي. تعرف تقولي أنت هنا بتعمل إيه؟ هجاوب على السؤال بإذن الله يا مولاي. بسرعة. بس اجابتي هتاخد وقت شويه لان في حاجه اخطر من كده يا مولاي وما تحتملش التاخير ولا لحظه واحده. ولو الحاجه دي تخصني انا بالذات مش مهم ابدا، انا كنت اجاوب على طول. لكن الحاجه دي تخص مولانا نفسه، فهل تسمح لي؟ عايز تقول ايه؟ بعد اذن مولاي. ايوه انا هقبض على الاثنين دول. كده بقى ده جزانا جاي ينقذك تقوم تقبض علينا. عارف كده؟ ما قلت لك نهرب احسن. ثم تقولي لي لازم ابلغ الرساله للوالي. طب بلغيها بقى يا اختي، اهو قال لك اقبض عليهم. خلاص بلاش كلام. خلاص. وعايز تقبض عليهم ليه يا سعاده مدير السجن؟ طول ما الاثنين دول احرار يا مولاي حياه مولانا في خطر. كده بس دول جولي لغايه القصر وقعدوا معايا هناك وجايين معايا لحد هنا، ورغم ذلك ما شفتش منهم لا خطر ولا حاجه. دول ملاعين يا مولاي ملاعين. انا متاكد متاكد انهم بيتامروا على حياه مولانا وولي نعمتنا. اسمح لي يا مولاي اقدم وجهي. لا خليك بطحن واوعى تتحرك، واذا اتحركت خطوه واحده هطير عدك. فاهم؟ فاهم يا مولاي فاهم. افتحوا الصندوق اللي بعده. ايه؟ حارس العدل في البلد؟ وهكذا تثبت لنا يا مولاي اننا بدونك لا نساوي شيء،
ومن لنا غيرك يا راعي الحق والعدل. فنحن مهما كنا ومهما فعلنا فمش هنيجي حاجة أبدا جنب عظمتكم وفخامتكم. لولاك يا مولاي لقضى علينا هؤلاء السفلة، ولكنك جئت فارسا مغوارا لتنقذ رجالك المخلصين، فهنيئا لنا بك بطلا عظيما، وهنيئا للولاية بك حاكما عادلا. عمرك شفت نفاق بالشكل ده؟ استغفر الله العظيم يا مولاي، حاشا لله، فاني اكره النفاق والمنافقين. انت شفت مدير السجن؟ فين يا وراك؟ صديقي مدير السجن هنا. يا مرحبا يا مرحبا، اهلا وسهلا يا صديقي العزيز. وحشك قوي. جدا جدا يا مولاي. والله يا مولاي انا من زمان كنت بفكر ازور صديقي مدير السجن، لكن زي مولاي ما هو عارف مشاغل العمل كثيره كثيره. ربنا يكون في عونك يا رب. طب اقف جنبه بقى وما تتحركش. امر مولاي. افتحوا الصندوق اللي بعده. يا دي الكسوف يا دي الكسوف، ايه اللي انا شايفه ده؟ حتى وزيري محبوس في صندوق زي مهرج السيرك. اسعد الله مساءك يا مولاي. ما شاء الله ما شاء الله، صحتك بقت عالي العال، وشك نور اهو كده اهو. لازم يا مولاي عملت بنصيحتي وبقيت اكل الكوسه على الريق، اصلها وصفه ورثتها عن المرحوم جدي عشان تجدد النشاط. وحبسك في الصندوق برضو ورثته عن جدك؟ تقصد اللي ايوه ده اللي ما افتكرش يا مولاي جدي عمل حاجه بالشكل. طب تقدر تفسر لي اللي انا شفته دلوقتي؟ طبعا يا مولاي طبعا، دي حكايه ظريفه تفطس من الضحك. انا شخصيا ضحكت عليها لما قلت يا بس كده اهو. ان شاء الله يا مولاي هنبقى نتسلى بيها واحكيها لك في الليله الهنيه. ربنا يديمها عليك نعمه يا راعي. كفايه، انا عرفت الحكايه كلها. الحكايه ان كنتم قبضتم على الشاب ده وحبستوه من غير ما يعمل حاجه، ولما خطبته جت ترجعكم عشان تفرجوا عنه، تقوموا كلكم عايزين اقول ايه بس. لما قلت يا مولاي انت قلت خطبته؟ ايوه خطبت. ارمله ومتجوزه ومخطوبه؟ لا 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 لا، ده كتير كتير خالص. تزوير؟ تزوير في اوراق رسميه. البنت دي قالت ان الولد ده اخوها. انت مش قلت كده يا بنت؟ ايوه قلت عشان انقذه. انت يا بنت انت ما تعرفيش ان الكذب حرام، انت هتروحي النار. انا اطالب بالقبض عليهم يا مولاي وتختمهم للمحاكمة بتهمة التزوير. هتكون في فعلا محاكمة بس للكل. دول لازم ينشلوا يا مولاي. انا جيت هنا علشان ادور على الحق ولازم اوصله، رغم ان التمن هيكون غالي. وكفاية كفاية ان عشت في وهم العدل السنين اللي فاتت دي كلها. كلنا لازم ندفع التمن عشان نوصل للحق، نوصل للعدل. بإذن مولاي أنا ما عملتش حاجة أتحاسب عليه. أنا كنت عاوز أتجوز الست دي على سنة الله ورسوله. جواز بالليل وطلاق بالنهار. جواز بالعافية بلوي الدراع. هو فين بس يا ابني لوي الدراع ده؟ أنا عرضت عليها الجواز وهي ابني، والمساعد بتاعي شاهد على كده. هاتوه واسألوه. كذب يا سعادة المحتسب كذب. أنا كنت أقدر أقول لا بس، ده كان زمان دلوقتي ورا الشمس. ولما تكون الإجابة أيوه وأيوه بس، يبقى هو ده لاوي الدراع. الحكاية مش حكاية جواز وطلاق يا مولاي. الحكاية حكاية الولد الخطير ده. أنا الولد ده تآمر على حياة مولانا وولي نعمتنا. أنا من 3 سنين وإحنا بنراقبه يا مولاي، وبنراقب حركاته كويس أوي،
قعدنا نراقب مراقبة دقيقة يا مولاي لغاية ما عرفنا موعد تنفيذ الخطة وعملنا له كمين هو وشركاؤه حوالين قصر مولاي وقبضنا عليه يا مولاي قبضنا عليه على عتبة باب القصر وهو هاجم قبض عليه وهو هاجم زي الجراد فاكر الجراد يا ولد اللي خلاها خراب فاكر وقعد يقاوم يا مولاي واحنا نقاوم وهو يقاوم واحنا نقاوم مقاومه عنيفه يا مولاي شرسه اما كانت حته معركه ده عور له حوالي 30 عزيز 30 لا مش 30 عور له 83 عسكري من رجال الشرطه يا مولاي يا سلام دي حرام عليك كده حرام عليك انا عددهم وعورهم ازاي يا سعادة مدير السجن؟ ازاي؟ عورهم ازاي؟ ايوه عورهم بال بالسيف يا مولاي بالسيف لو كنا بنعرف نمسك السيف ما كانش مهنات قضية ولا كنا جنينا خالص الكلام ده تحريض على الفتنة وبعدين يا محتسب وبعدين يا محتسب عامل يا مدير السجن جايلك في الكلام وبعد ما قبضنا عليه ايوه كان خلاص هيعترف وبدون ضغط ولا تعذيب ولا اي ارهاب مفهوم خلاص هيعترف هرب من السجن يا مولاي عشان ينفذ مؤامرته هي دي الحكايه يا مولاي واي كلام في الموضوع غير كده يبقى كلام فارغ وما يصحش نضيع وقتنا ووقتك الثمين فيه يا مولاك سعادتك شايف ان اللي حصل ده كان مؤامره مدبره بكل دقه يعني انت كنت عارف ان حسن كان بيتآمر عليا طبعا يا مولاي طبعا وانه حاول فعلا انه ينفذ مأمرته اقسم يا مولاي والنعمة الشريفة عطا طب ليه اديته امر الافراج ده انا عارف انا بعد اذن مولاي ايوه نسأل المساعد بتاعه لانه دبر الموضوع ده كله لحكمة أنا مش فاكرها دلوقت مش جايز تكون اديته أمر الإفراج ده عشان تقدر تراقبه وتجمع أدلة أكتر عنه يا سلام يا مولاي هو ده اللي حصل فعلا حد قاله لا يا سلام على ذكاك وفطنتك وحكمتك يا مولاي يا سلام وأظل أنت كمان يا وزير افرجت عنه لنفس السبب بالظبط يا مولاي بالظبط هو كده وانت كمان يا حضره المحتسب في الحقيقه يا مولاي انا تفهمت انا وصديقي مدير السجن وحطينا خطه لمراقبه الولد ده بعد خروجه من السجن ولولا اللي حصل يا مولاي لكانت الخطه نجحت نجاح منقطع نصيب احنا اتفقنا احنا الثلاثه على الخطه دي بالذات لأنها خطة منطقية موضوعية وفيها عمق طب وإيه رأيكم بقى إن أنا معايا ثلاث أوامر إفراج تقدروا تفسروا لي اللي حصل ده إيه؟ سنجد تفسيرا إن شاء الله يا مولاي الواحد تكلم أنت يا مولاي الوزير فأنت الكبير يلا اتكلم انت يا مدير فانت ام الافكار انا بطلبكم بتفسير اللي حصل ده وبسرعه في الحقيقه يا مولاي انا ما اقدرش افكر الا اذا كان المساعد بتاعي جنبي ضعف ليه وانت شويه اما انا يا مولاي ايوه فانا مستعد افكر ولكن لما يكون المساعد بتاعي موجود ضعف اما انا يا مولاي زيه الموقف واضح ومش عايز اي تفسير انا فهمت كل حاجة خلاص فهمت كل حاجة يا مولاي ممكن اقول حاجة بصفة الوزير كنت وزير انت خنت الامانة كلكم خنتوا الامانة ولازم يكون عقابكم اشد عقاب
انتوا معزولين من مناصبكم وهتتقدموا للمحاكمة انتم والمساعدين بتوعكم. اقولوا عليهم. وانا هدور بنفسي على غيرهم. ضروري في كتير احسن منهم. البلد بخير والحمد لله. تعالي يا بنتي. مولاي. تعالي يا حسن. مولاي. تعالوا يا اولاد نبدأ من جديد. تعيش في امان. نشيل الحقد من كل قلب ونزرع مكان الامل والامان والعدل والحب